وصل وفد رسمي بحريني برئاسة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة إلى تل أبيب، يرافقه عدد من المسؤولين في وزارات الدولة ومؤسساتها، بالإضافة إلى رجال أعمال، وهي ثاني زيارة رسمية لوفد من المملكة إلى دولة إسرائيل. كان في استقبال الوفد كل من وزير الاقتصاد الإسرائيلي ووزيرة السياحة الإسرائيلية ووزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي وعدد من المسؤولين. قال سعادة السيد زايد بن راشد الزياني إن هذه الزيارة تأتي على ضوء ما تم الاتفاق عليه في إعلان تأييد السلام، بما يتماشى مع رؤية حضرة صاحب الجلالة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه للترويج لمبدأ الأمن والاستقرار والازدهار، حيث تحرص البحرين على الحفاظ على سمعتها كشعلة للسلام في المنطقة. وضمن برنامج زيارة الوفد إلى دولة إسرائيل، عقدت اجتماعات ثلاث مجموعات عمل بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل لبحث مجالات التعاون المشترك في مجالات السياحة والأعمال والابتكار. وتضمنت اجتماعات مجموعة العمل نقاشات موسعة حول كيفية تفعيل مذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين وبحث الفرص والمشاريع التي يمكن إطلاقها خلال الفترة المقبلة بما يحقق نتائج اقتصادية. يأتي كخطوة مكملة لمعاهدة السلام التي تم توقيعها في البيت الأبيض، وتلاها بعد ذلك زيارة سعادة وزير الخارجية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية. واليوم احنا علينا مسؤولية لفتح العلاقات التجارية والاقتصادية، بحيث ان احنا نحاول بقدر الإمكان ان نستفيد من هذه الفرص في القطاع الصناعي والتجاري والسياحي، وأيضا القطاع العلمي والتكنولوجي. عقدنا العديد من الاجتماعات منذ وصولنا مع مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية ومع القطاع الخاص، وكل الاجتماعات كانت مثمرة وتبشر بالخير إن شاء الله كبداية حسنة لهذه العلاقة وتأسيسها تأسيس صحيح اللي يسهل على القطاع الخاص أنه يستثمر وجود هذه العلاقات بين الدولتين وينشئ مشاريع مشتركة وتبادل تجاري.